وارتفعت لما اتبعت الكتاب مع السنة، واسترشدت بقافلها الأعظم وسنته وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم. كل القوافي حين ترسم غاقها تزهو بمدحك كي يزيد بهاءها. صلى عليك الله ما حن الجوى وعليك صلت الله وسلم الله. يا سيدي كل الحروف مبعثرة خجلة وترجو في هواك المعذرة. صلى عليك الله والروح التي صارت بنور هداك يوما مبصرا. أيها الإخوة بالله، نحن إذ نشكر بقاءكم واستماعكم نخص بالشكر والعرفان والتقدير والامتنان لسعادة المحافظ المنح المهندس سعيد نماس وفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة فضيلة الشيخ فهيد البرقي على حضورهما وتلبيتهما الدعوة. أيها الفضلاء، يوم عيد ويوم بالخير شهيد أتى ليقص علينا قصة النجاح، لا بل قصة الإبداع، كل فصل منها يحكي روعة من الروائع. أما فصلها الأول فمقدمات ومبشرات بكفاءة أبنائنا وقدراتهم المباركة في حفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما فصلها الثاني فكواكب الإيراد حفظت حديث الهادي الكريم، فاستضاءت بنور شمس الرسالة، أول ثمار يابعات سقاها مزر السنة المبارك، فظلت جميلة كجمال الشمس ونقية كنقاء الجداول. وإن سألتم عن فصلها الثالث فهو مسك الختام وضوء نير كضوء بدر التمام، يحكي خبر رجال المخلصين احتسبوا وأسر المباركة كابدوا وتعبوا ليكون ما ترون اليوم وما تسمعون. فنسأل الله لهم التوفيق والعون والإخلاص. أحبتي الكرام، إخواني في الله، هذا البرنامج الذي ترونه هو برنامج حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم به مشكورا المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة المندوب ضمن تهيئة الشباب لمسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي. كما يتضمن البرنامج تكريم ثلة كريمة عملوا في المكتب أعضاء فاعلين في فترة سابقة وانتهت عضويتهم لظروفهم المختلفة، فلهم الشكر ممزوجا بالتقدير، فقد تركوا أثرا مباركا في المكتب وبرامجه. ولكن ما طبيعة هذا المشروع الذي ترونه أمامكم أيها الإخوة؟ تقوم فكرة هذا المشروع على اختيار مجموعة متميزة من الشباب والطلاب المتميزين في مدارس التعليم العام والعمل على تهيئتهم للمشاركة في مسابقة الأمير نايف رحمه الله لحفظ الحديث النبوي من خلال فريق عمل يتولى توجيه هؤلاء الطلاب وتعهدهم مع الاستفادة من القاعة التعليمية الكائنة بمقر مكتب الدعوة في المندب لتنفيذ المشروع. هذا المشروع يمر بثلاث مستويات أو مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الابتدائية، يحفظون فيها الطلاب 100 حديث. المرحلة الثانية المتوسطة، ويحفظ فيها الطلاب 250 حديثا. والمستوى الثالث هي المرحلة الثانوية، ويحفظ فيها الطلاب 250 حديثا. وعدد الفائزين في هذا التكريم بلغ 15 فائزا. ومن المشتريات التي تسر قلب كل مسلم أن المكتب بإذن الله عز وجل سوف يطلق مشروعا جديدا لحفظ السنة
ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى حفظ مختصر صحيح البخاري رحمه الله تعالى مع بداية الفصل الثاني. فنهيب بكل الشباب وكل الحريصين وكل المهتمين والمتميزين للحاق بركب حفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي وإخوتي وآبائي وأساتذتي، أترككم الآن مع بعض النماذج الطيبة المباركة من حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النموذج الأول مع الطالب في المرحلة الابتدائية عبد المجيد ناصر يحيى. الشيخ عيد البرقي مدير عام الشؤون الإسلامية
فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة، فليتفضل مشكورا وفقه الله. هذه الثلة الفاسدة الضالة
الإرهابية خوارج هذا العصر. أيها الإخوة، هنيئا لنا هذا الجمع، وهنيئا لنا هذا البرنامج الذي يؤسس فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى لحفظ السنة، يشاركوا في مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. وليس بغريب على هذه المنطقة، هذه المنطقة منها خرج منها من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من حفظ السنة، أبو هريرة رضي الله عنه الذي يقول كما ورد في صحيح البخاري: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترين، وفي لفظ آخر حملي بعير، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الملعون، وأشار إلى ملعون رضي الله عنه وأرضاه. الرجال الذين رووا الحديث من هذه المنطقة يزيدون على 200 رجل من أهل الحديث، جمعهم المحدث الشيخ عبد العزيز الزهراني في 7 مجلدات عن الحديث وعن الأسماء التي روت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بغريب أن تخرج هذه الكوكبة تحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكرون ويشجعون ويشكر المكتب التعاون بالمندق على هذا التأصيل وعلى هذا الاهتمام. شبابنا هم رجال المستقبل وهم رجال الغد، والاهتمام بهم في هذا العصر من أوجب الواجبات بعد نشر التوحيد. ويشكر ما نسمعه من تعاون كريم من المحافظ في هذه المحافظة على دعمه وعلى اهتمامه وعلى حضوره، فما نحن جميعا إلا لبنة واحدة. المجتمع المجتمع في هذا الوطن يعيش هذه الوحدة بين القيادة والشعب، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله العون والتوفيق وأن يشفي خادم الحرمين الشريفين وأن يمن عليهم بالصحة والعافية، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبات، وندعوكم أيها الأحبة لمتابعة النموذج الثالث في المرحلة الثانوية أخوك ابن عبد العزيز عادل العمر. هذه موعظة مودع، فماذا جعل إلينا يا رسول الله؟ قال
سعادة الحافظ المندق المهندس سعيد درماس الذي له اهتمامات وجهود مباركة في كل مناشط المحافظة، فله منا كل الشكر والتقدير. تفضل حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، الأبناء الحفاظ، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. يسرني أن أشكر أخي مدير مكتب الدعوة بمحافظة المندب على دعوتي لمشاركة أخي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية الأخ خليل لرعاية هذا الحفل المبارك، كما أشكر زملائه العاملين معه في المكتب لتكريم حفاظ الحديث النبوي الشريف من أبناء محافظة المندب، وأشكرهم أيضاً على جهودهم الكبيرة التي بذلوها ويبذلونها في إدارة وتطوير مكتب الدعوة لمحافظة المندب، والذي يعتبر من أنشط المكاتب في منطقة الباحة. أيها الإخوة، إن تكريم أبنائنا الطلاب الحافظين للحديث النبوي الشريف هو جزء مما يستحقونه دعماً لهم وتشجيعاً لغيرهم لحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، كما أن هذا التكريم يأتي في سلسلة برنامج إعداد حفاظ الحديث في محافظة المندب للمشاركة في مسابقة الأمير نائب بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي الشريف، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجعل هذه الجائزة في ميزان حسناته. الإخوة الكرام، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الاهتمام بالكتاب والسنة، فقامت بفتح الكليات والمعاهد والمدارس، واهتمت بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما هذه الجائزة إلا دليل على هذا الاهتمام الكبير. كما يحرص صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله على دعم وتشجيع أبناء المنطقة المتميزين والمبدعين في كافة المجالات، وما جائزة الإبداع والتفوق التي رعاها حفظه الله الشهر الماضي إلا دليل على حرص ودعم سموه الكريم في ذلك، وكان لمحافظة المندب نصيب منها بحصول عدد من بناتنا الطالبات على المراكز الأولى على مستوى المنطقة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفي الختام أكرر شكري للإخوة العاملين بمكتب الدعوة بالمندب، وأهني أبنائي الطلاب على هذا الشرف الكبير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لنيل المراكز المتقدمة في مسابقة الأمير نايف رحمه الله، كما أسأله تعالى أن يحفظ بلادنا وأمننا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وحكومته الرشيدة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتفضل سعادة محافظ المندب وفضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بتكريم أعضاء مجلس إدارة المكتب السابقين، وهم أولا الشيخ الدكتور سعيد بن جمعة
الشيخ صالح بن سعيد. الدكتور سعود بن علي. الشيخ محمود الغبيشي يستلمها عزوكم. تكريم المشرفين على البرنامج. أولا الشيخ عبد الكريم جمعان محمد. الشباب في حفظ الأحاديث النبوية ولهم جهود مباركة جزاكم الله خيرا. الشيخ حسن إبراهيم الشيخ سامي علي الشيخ سعد جمعان انتقل واياكم ايها الاخوه الى تكريم ابناء الطلاب الحفاظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرحله الابتدائيه الطالب علي محمد سعيد حفظ 50 حديثا والمبلغ مبلغ الجائزه 500 ريال. الطالب الثاني خالد عبد الرحمن رجب حفظ 50 حديثا وجائزته 500 ريال. الطالب الثالث عبد المجيد ناصر يحيى حفظ 100 حديث وجائزته 1000 ريال. ما شاء الله عبد المجيد كمل النصاب جزاه الله خير. ان شاء الله الله يسلم عليك. المرحلة المتوسطة محمد فهد أحمد الزهراني حفظ 50 حديثا و15 راضية وجائزته 300 ريال. الطالب الثاني صالح سعد جمعان حفظ 100 حديث و10 إلى الله وجائزته 600 ريال. الطالب الثالث أحمد يحيى أحمد الزهراني حفظ 100
وخمسين حديثا وثلاثين راويا، وجائزته 1750 ريال. الطالب سراج محمد سعيد حفظ 250 حديثا وخمسين راويا وجائزته 2000 ريال. الطالب مأمون عبد الرزاق حفظ 250 حديثا وخمسين راويا وجائزته 1000 ريال. الطالب عبد الرحمن قنديل حفظ أيضا 250 حديثا وخمسين راويا وجائزته 1000 ريال. المرحلة الثانوية، الطالب عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الزغالي حفظ 120 حديثا وخمسة عشر راويا وجائزته 600 ريال. الطالب مصطفى يحيى صالح حفظ 150 حديثا وخمسة عشر راويا وجائزته 800 ريال. الطالب أسامة يحيى أحمد الزغالي حفظ 300 حديث وخمسة عشر راويا جائزته 2300 ريال. الطالب عبد العزيز علي عوض الزهراني حفظ 500 حديث 35 راويا وجائزته 3500 ريال. الطالب أمجد يحيى أحمد الزهراني حفظ 500 حديث 70 راويا وجائزته 4500 ريال. يقوم المكتب التعاوني الآن بتكريم مدير مركز الدعوة للباحة فضيلة الشيخ محمد بن زايد الشيخ. كما يقوم المكتب بتقديم درع لفضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الباحة فضيلة الشيخ هيد البغي. ودرع تكريمي لراعي الحفل بسعادة محافظ المندب وفق الله. في الختام لا يملك بلاد اشهر من الله عز وجل، نشكر بلادنا وولاة امرنا من حضر منكم، واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين.